ويسعدني ان يكون معايا الفنان محمود الدسوقي احد ابطال حاره العوالم. بقول لحضرتك مليون مبروك على العرض الجديد. الاول كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا. العرض ده حاجه انا بالنسبه لي اول مره مسرح، بعمل دور صعيدي وكان نفسي ان انا اعمل دور صعيدي، والمسرحيه كلها في اطار كوميدي، حاجه لطيفه يعني الناس هتنبسط منها ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك قدمت قبل كده اعمال تلفزيونيه او سينمائيه؟ انا قدمت اعمال تلفزيونيه، عملت مسلسل مولد وصاحبه غايب برضو مع مدام فيفي عبد، وعملت وش تاني مع الاستاذ كريم عبد العزيز بس دور بسيط يعني، وعملت شطرنج برضو دور بسيط، وعملت رمضان السنه دي مع مدام يسرى برضو دور بسيط كده بس الحمد لله متواجد يعني. دور ايه فكرني عشان انا شفت المسلسل من اوله لاخره. اللي هو صاحب القناه الفضائيه. جميل. اللي هو عايز موضوعات فرايحي ومش عايز عاوز مواضيعات. هو راجل ده كان دور رائع الحقيقه. الله يخليه الله يخليه. طيب خلينا نقول لكل الساده المشاهدين الاستاذ محمود طبعا حماته تبقى مدام فيفي عبده، وزوجته طبعا الفنانه الجميله عزه مجاهد، مش كده؟ ايوه. قول لي بقى مدام فيفي، هي اللي حببتك في الفن؟ حسيت انه في ميول عندك فنيه من خلال مدام فيفي وطبعا زواجك من مدام عزه؟ طبعا هو انا ما كانش انا رجل اعمال اساسا ما يعني ما بس بحب الفن، وكل اصحابي من الفنانين وكده. لما كانت بتعمل مسلسل مولد وصاحبه غايب رشحتني للدور، هي شافت فيا ده، فانا عملت اختبارات كده مع المخرجه قبل ما قلت لها انا يعني لازم قبل ما اعمل ده لازم الاول احس ان انا بقى يعني ينفع لده. ينفع لده، الموهبه موجوده، مش شرط انك تحب الفن بس. صحيح. يعني تحبه بس يبقى عندك الناس كلها بتحب الفن. صحيح. بس لازم يبقى عندك الموهبه. عايزه تمثل كمان. مش بس بتحب الفن بالظبط كده يعني، لكن سواء اللي عنده موهبه او اللي ما عندوش كله بيحب لكن لما تيجي تعمل ده الدنيا بتختلف تماما. صحيح. تحس بقى ان انت عندك يا اما عندك موهبه ربنا اداها لك يا اما لا. حسيت بايه بقى لما عملت ده؟ لما عملت ده فحسيت ان انا ما طبيعي مش بمثل. حتى اغلب الناس يقولوا لي انت محمود اللي احنا نعرفه اللي بيمثل، هو محمود اللي قدامنا على الشاشه مرتاح قدام الكاميرا، هو نفس يعني ما بمثلش، انا بتصرف طبيعي يعني. فالموضوع طبعا اللي بيجربه غير اللي بيجرب فعلا الفن بيحبه جدا جدا بيعشقه يعني. طيب المسرح بقى اول تجربه لحضرتك، شايف الموضوع سهل صعب؟ احساسك ايه باول تجربه؟ لا المسرح ده مرعب، ده مرعب. والفنون زي ما بيقول ده مرعب، ده يكشف على فكره الفنان. ده ما فيهوش مجامله، ما فيهوش مش زي الفيديو شوت عملته غلط تعيده تاني، لا انت قدام الجمهور كويس الجمهور هيديك حقك وانت واقف، وحش الجمهور هيديك الرياكشن وانت واقف. فالمسرح ده مرعب وتجربه، هي دي اللي بتعلم الفن يعني. عاوز تتعلم فن اشتغل مسرح، فانا حبيت يعني اعمل مسرح باي طريقه يعني، كاني داخل معهد سينما، كاني داخل معهد تمثيل، هو ده اللي هيعلمني ازاي ابقى قوي في ازاي اتقن الموضوع، ازاي تبقى عندك موهبه بلس انك خلاص اتعلمت. فهو المسرح وحواليك بقى ناس كتير واساتذه، وده مخرج قوي بيعلمك ازاي تقف، ازاي تتكلم، ازاي تواجه الناس، ومواجهه الناس دي صعبه جدا 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 يعني. مدام فيفي بقى وعودتها مره اخرى للرقص الشرقي، شايف ده ازاي؟ ومن وجهه نظرك بقى بما انك مقرب ليها، ايه اللي شجعها على ده في الوقت الحالي؟ هي ما بعدتش عن الرقص الشرقي خالص، عشان نقول رجعت، هي ما بعدتش عنه، هي في حياتها حتى مهما مثلت هي بتعشق الرقص الشرقي، عاوز تعمل له البيت ممكن مثلا ساعات كده بترقص. هي موضوع حب، في علاقه حب بينها وبين الرقص، مش موضوع فن، هي مرض مهنه يعني. خالص 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 خالص، هي لو مهنه ما كانت سابته، من هي بتمثل وفي التمثيل ما شاء الله ليها مكانه ونجمه يعني، لكن هو الرقص ده حب شخصي، حاجه هي بتحب الرقص، فيعني انا متخيل انها مستحيل تبعد عنه. ملحوظه ان عزه ما ورثتش عنها الرقص، هي ورثت التمثيل. عزه زي برضو دخلت الموضوع كده من يعني ايه، جت كده برضو جربت حست ان عندها موهبه يعني
الاول كان عندنا شغلنا وبنتنا وحياتنا وده 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 العائلية طبعا اهم. حسينا بقى كبرنا وفضينا وبتاع بقى عندنا وقت فراغ شويه وتشبعوا بقى الهوايات اللي عندنا بالظبط كده. فيعرف لما يبقى عندك حاجه مكبوته وتطلع، هي عزه كان عندها حاجه مكبوته وطلعت، فيعني ما شاء الله عليها كمان كويسه مثلة هايله الحقيقه. طبيعيه جدا. هل دورك مرتبط بدورها في الاحداث ولا هي لا انا راجل صعيدي جاي من البلد وهي بنت جامعيه في الحارة ملهاش علاقة بيها خالص، لكن في الكواليس مع بعض طبعا طول النهار. طبعا طبعا ربنا يوفقكم في حياتكم العائلية وفي حياتكم الفنية، وإن شاء الله نشوفكم بقى ديو جميل مع بعض في أعمال فنية قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة والجمهور المصري كله طيب، وأنا بشكرك، بشكر القناة، بشكركم جميعا.